روحي واقول بيدي جرح ايدي مساء الخير يا اهل الكويت وكل احبتنا في الخليج العربي والعالم العربي. اعطوني وزير التربيه. اعطوني معالي وزير التربيه. يلا. انا اعلنت خلال حسابي ومن يوم الاربعاء تلقيت الكثير من الملاحظات حول الصيانه في المدارس. الله يذكره بالخير الاستاذ احمد المليفي المحامي احمد المليفي يوم كان وزير التربيه كانت في قضيه كبيره ومصيبه كبيره هي عمليه التكييف وصيانة المدارس. وعايزنا أعوذ بالله. وعايزنا واحنا نقول يا جماعة حلوا مشاكل صيانة المدارس. وقلت أنا في البداية المشكلة مش في الوزير. المشكلة في قيادات وزارة التربية. المشكلة في بعض المسؤولين اللي يخفون الحقائق عن المسؤولين. لذلك أنقل هذه المسؤولية الآن إلى معالي وزير التجارة معالي وزير التجارة ووزير التربية الدكتور عبد المحسن المدعج. دكتور أنت زرت كم مدرسة شاح حالات مراوك المدارس الجديدة، لكن يا معالي الوزير هناك مدارس تفشل وعيالنا ما زالوا يعانون من قضية صيانة التكييف والمرافق للمدارس وخاصة القديمة، ونسمع عن مدارس آيلة للسقوط ومدارس محتاجة للصيانة، وعجزنا احنا نتكلم في هذا الموضوع. اليوم ما راح اتكلم وايد انا. كل اللي ابي عبر لسانكم انتم اعزائي المشاهدين، عبر التواصل معكم في حسابي بالانستغرام والتويتر والواتساب اللي عنده رقمي يدز لي من هالمدرسة اللي محتاجة صيانة والمدرسة اللي مش محتاجة صيانة. وهناك ايضا قضية اخرى معالي الوزير هي قضية المدارس الخاصة الأجنبية ورفع الأسعار. في كل سنة وزارة التربية تعلنها لن تسمح برفع الأسعار، فإذا نتفاجأ أن المدارس الأجنبية ترفع الأسعار وبدأت تقفز إلى أسعار جدا خيالية، ومع ذلك ما حد تكلم من مسؤولين وزارة التربية ولا حد نطق. لذلك راح الآن نتكلم على موضوع الصيانة للمدارس. راح أقرأ الحسابات، راح أقرأ عفوا الكلام اللي أرسلتوه للموقع في الحساب في الانستغرام والتويتر، ونبدأ ننقل رسائلكم أعزائي المشاهدين اللي عنده شيء عن طريق الواتساب عن طريق التويتر عن طريق الانستغرام ونوصله لمعالي الوزير. وخلك معانا يا وزير التربية واسمع الحقيقة، اسمع المر، اسمع آهات أولياء الأمور خاصة في قضية صيانة المدارس. خلونا نبتدي في الرسائل اللي وصلتني. راح اسمحوا لي اني راح اقرا رسائل جديدة وراح ارجع على الرسائل اللي وصلتني يوم الأربعاء والخميس والجمعة وانا متواصل معكم فيها. خلونا نبتدي. لازم نلبس النظارة أول شيء. انزين. خلونا على حسابنا. ما شاء الله. نبدا في اللي اليوم بحساب الانستغرام قلت راح اتكلم عن الموضوع، خلينا نشوف الرسائل اللي وصلتني. ابتدي احد الاخوان قال لي خوش موضوع لان المواطنين نبي نوصل بيتكلمون عن موضوع صيانه التكييف. احد الاخوات معالي الوزير تقول يا ريت تشوف مدرسة ثانوية الجابرية للبنات كلها دمار تحت الصيانة. وصلتني صور معالي الوزير مدرسة ثانوية الجابرية للبنات، يا ليت تروح تزورها وتشوف ان اعمال الصيانة لم تنتهي، وشوف حالات الفصول المدارس. سجل عندك او تطلب من احد السكرتارية انهم يسجلون هذه الملاحظات على اساس انكم تروحون تزورون هالمدارس وتشوفون شلون تحلون هالقضية اللي بصراحة شيء يفشل انها تكون في الكويت. مدرسة الثانوية الجابرية للبنات كلها دمار وتحت الصيانة. مساء الخير استاذي، اشكرك لانك تسمع الناس، وصراحة احب اقول لك ما في صيانة ولا بطيخ، وعيالنا بالمدارس ما عندهم تكييف
ولد الخميس مات حر واغمى عليه اول ما وصل السياره من شده الحر. طول اليوم الدراسي قاعدين بالحر حتى الاستاذه ما شرحوا لهم، استاذ ما شرح لهم الدروس، كل استاذ يدخل يقول ناموا على الادراج. هذه اي صيان يتكلمون عنها، ومدارس في مناطق ثانيه بنات اختي بروحهم اتفقوا الطلب على عدم الدوام بسبب التكييف، والناظره تطردهم من غرفتها لما قالوا لها ما في تكييف، قالت مو مشكلتي طلعي برا انت معاها. نتمنى انهم يشوفون حل صراحه، واسفه على الاطاله وجزاك الله خير. اتمنى معالي الوزير تسمع اهات المواطنين. صاح سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد طلب من كل الوزراء ان يحددون لهم يوم مثل ما كان يوم الاثنين الاستماع الى شكاوي اولياء الامور. فانا من هذا المنطلق عبر برنامج حديث الكويت والناس انقل لك يا معالي الوزير اهات اولياء الامور. الله يعافيك. بنتي للحين ما اخذت كتاب العلوم والحاسوب لثالث ابتدائي، يقولون عندهم نقص. عاد هذه حاله، وينهم من ثلاث شهور للعلم؟ مو كل صف ما عنده كتاب، الاغلبيه عندهم. واحد ينتقد ادائك مع الوزير انه يقول لك انت في بعض النقاط ما قاعد توصل لك الحقيقه. يكرر مدرسه ثانويه الجابريه للبنات كلها دمار وتحت الصيانه. بدالة وزارة الداخلية راح نتكلم عليه. جامعة الكويت وما أدراك ما جامعة الكويت. انتقادهم على موضوع الدور الثاني. يا ليت الجماعة يركزون على قضية الصيانة في المدارس، وكل هالقضايا بإذن الله راح نطرحها. أبو أحمد، مدرسة رقية بنت محمد عليه الصلاة والسلام بمنطقة العميرية تعاني من كثافة خارج منطقة الفروانية. شفت صديق ساكن منطقة النهضة يجيب بناته بمنطقة العميرية. ثانيا بنتي شكت لي الحال أن موضوع البويات موجودين بالمدرسة عددهم 40. أسأل الوزير ليش تجمعهم بالمدرسة بالذات؟ والله إني أوديها المدرسة وأنا حاط إيدي على قلبي. الله يستر علينا على عيالنا وعلياكم. موضوع البويات منتشر بشكل كثيف في المدارس، أرجو أن يتم تجميعهم ومعالجتهم معالجة نفسية من قبل المختصين، ولا يتم أنهم يعني يختلطون في مع البشر، مع الموجودات من البنات. متقاعدين. وزير التربية عن مدرسة المعرفة النموذجية قاعد ينجحون الطلبة وفي مشاكل معينة، يا ليت يكون في رقابة على المدارس العربية. أيضا موضوع تجمع البويات لازم يوجد لهم حل. يقول السلام عليكم يعطيكم العافية، وبصراحة لو شنو ما تتكلم ماكو فايدة، أنا بنتي بعاشر ليه من الحين الكتب ما استلمتهم، واحنا نتبع منطقة الفروانية التعليمية منا لمعالي وزير التربية. السلام عليكم أخوي محمد، بصراحة ظلم وزارة التربية ويعافيك، ولدي صف عاشر دور ثاني وكل اللي معاه بالمدرسة دور ثاني عادوا السنة حرام عليهم، معقولة كل طلبة يعيدوا سنة؟ شنو الظلم؟ هذا العلم الطلاب من مدرسة فلسطين برميثية وشكرا. سلام الوزير، الاحتياجات الخاصة ليش ما لهم مكان بالتطبيقي ولا الجامعات؟ للأسف ولدي عنده ديسليكس وتخرج من الثانوية بالخاص، وقدمنا الأوراق بعد التخرج وبشهر سبتمبر قالوا ما لهم مكان، مو حرام، وين يروحون عيالنا؟ عن وزارة الداخلية. قول له ليش، رسالة مرسلة لمعالي وزير التربية، قول له ليش أغلب الأبلات وبالذات الروضة والابتدائي يشترون شغلات المدرسة من رواتبهم الخاصة والناظرة ما تدفع شيء؟ ليش؟ يفترض أن المدرس ما يدفع ولا فلس من جيبه، وإذا ما دفع التقييم، وإذا ما دفع التقييم السنوي يكون غير ممتاز. من هذه شكوى دائما يشتكي منها المدرسين، من لك يا معالي وزير التربية.
السلام عليكم. موضوع بالنسبة لمدرسة فلسطين برميثية، شيء صار قدام عينه، بعض الطلبة اللي ما لهم واسطات يدشون المدرسة ويفتشونهم ويدققون عليه بكل شيء، والبعض اللي عنده واسطة يدش لجنة خاصة ويدخل من غير أي مراقبة وتفنيش. شنو هالظلم؟ منا لمعالي الوزير. واحد محبط، واحد مو عاجبه التدريس. روح اقل تويتر، هذه الاشياء اللي اقدر اقولها. ما شاء الله. استاذ محمد الله يمسك بالرضا والعافيه، عندك ثانويه الظهر، ثانويه الظهر جميع النوافذ الصف 11 مكسوره من اخر ايام الاختبارات الفاينل الفائت. منا الى معالي وزير التربيه. في مدرسات بويات مو بس طالبات، مصيبة هذه، أم المصايب. ثانوية إمامة بنت بشر للبنات، طاولات قديمة ووسخة، المدرسة بحاجة لصيانة والطاولات قديمة وإدارة المدرسة ضعيفة، بنات بكامل مكياجهم. منا لمعالي الوزير. انقطاع التكييف عن بعض مدارس منطقة مبارك الكبير، والمعلمات يقومن بالتهوية على الطالبات من المهفات. مدرسة شملان بن علي تكييفهم عطلان وولدي يقول انقلوني من هالمدرسة ما أبي أداوم. مدرسة محمد الشاجي ابتدائية بنين، مشكلة من العام الماضي، التكييف حار جدا. مدرسة شملان بن علي في منطقة العميرية. مناهج الرياضيات والعلوم لصف 4 و5 ابتدائي والمرحلة المتوسطة حيل صعبة، وأنا استعين بمدرسين خصوصيين لتدريس هذه المواد لصعوبتها. لازم نعيد دراسة المناهج. مشاكل الكتب، المناهج. يعني هذه معظم الرسائل اللي قاعد توصلني. يا طيب، الناظرة مسؤولة مسؤولية كاملة عن المدرسة وصيانتها، مو الوزير. ناظرات قبل أول يداومون قبل المدرسات، هذا التقصير من الناظرات، المفروض يحلونها عاد. مشكلة المدارس الخاصة. راح اروح على الواتساب واجل بعض مساك الله بالخير ابو احمد. كان موضوع عن وزاره التربيه وتسكير المدارس، الزور المفاجئ قبل موعد المدارس باسبوعين، وتفاجئنا بنقل ابنائنا، واحد بفحيحيل وواحد بالاحمدي وواحد بام الهيمان، علم بني مواطن ساكن بلولات الخيران، واحسب المسافه وتم نقلهم بمنطقه واحده بعد معاناه مواطن بمنطقه الاحمدي التعليميه، وعلما بان استلمنا كتب النقل شهر 3 الماضي بان تكون مدارس منطقة الخيران وصباح الاحمد، واتضح بان المدارس الجديده غير صالحه بسبب تكسير الفصول والجام، ولم يستلموا المدارس بمنطقه الاحمد التعليميه وارجاعها للمقاول. شنو ذنب ولي الامر؟ الطالب والطلبه بمسافه اكثر من نص ساعه. ارجو الاهتمام بالموضوع. منا الى معالي وزير التربيه. تكييف تكييف، شكوى على ثانوية أبرق خيطان للبنات، مكيف الصف 10 و2 حار خربان. وين الوزير؟ وين مدرسة مدير المنطقة؟ وين مديرة المدرسة؟ نايمين. يعني هذه معظم، وفي رسائل كثيرة قاعد توصل أعزائي المشاهدين. راح أقرأ الرسائل اللي كانت يوم الأربعاء والخميس أيضا على موضوع صيانة المدارس، وأرجو التواصل معكم من نهاية الحلقة. قبل الختام راح أقرأ الكثير من الرسائل وتوجه اليوم نوصلها إلى معالي وزير التربية. معالي الوزير، تقدر تطنش رسائل المواطنين، تقدر ما ترد وتقول ما أنا ماني وزير، أنا وزير بالإنابة، لكن معالي الوزير هذه مسؤولية وكيلة الوزارة، مسؤولية الوكلاء المساعدين، مسؤولية مدراء المدارس. مدراء المدارس يشتكون، الوكيل المساعد يشتكي، وكيل الوزارة يشتكي، الوزير يشتكي، وين نروح؟ إذا كانوا كل مسؤولين وزارة التربية يشتكون، الحل عند منو؟ المشكلة عند وين هالمشكلة؟ المشكلة في عدم صيانة المدارس. هل فعلا النظراء ومدراء المدارس هم المقصرين؟ يتم محاسبتهم. إذا ما كان مسوي تقرير ومو موفرين الميزانية حاسبوه. إذا كان الوكيل الوزارة والوكيل المساعد غير مهتم حاسبوه. يجب أن تكون هناك محاسبة في وزارة التربية. القضية مش قضية بيع كلام معالي الوزير. معالي الوزير تقدر تطنش الكلام، تقدر تطنش رسائلنا اللي توصل لك. بس أتمنى أن يكون هناك أمر منك باكر أن يجتمعون الوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، يقولوا أعطوني أعطوني
المدارس التي لم تجرى لها أي أعمال صيانة حتى نقوم في أعمال الصيانة وإصلاح التكييف. هل من المعقول أن صيانة التكييف وصيانة المرافق من العام لم تحل حتى تاريخ اليوم؟ ما حد يرضاها، ما حد يرضاها. أحد يرضى، ترضى معالي الوزير أن ولدك ولا حفيدك يقعد في صف بهذا الجو وبدون تكييف ورادين على شهر 3 و4 ونرجع على نفس القضية بالحر، وتبون الطالب يفهم شنو المدرس يقول؟ مو منطق. معالي الوزير هذه رسالة أتمنى منك صادقة من القلب أنك تهتم فيها. اهتموا يا وزراء بمشاكل المواطنين، اهتموا يا وزراء بهموم المواطنين، اهتموا يا وزراء بهموم هذا الوطن، اهتموا يا وزراء أن تكون أنتم مبادرين للعمل لأجل هذا الوطن بإخلاص، اهتموا يا وزراء أنكم تشتغلون لهذا الوطن مش لشركاتكم الخاصة وأعمالكم الخاصة، اهتموا يا وزراء بهذا الوطن. الوطن محتاج الآن إلى نفس جديد لبناء وطن للمستقبل، هذا المطلوب لا أكثر ولا أقل. المدير المدرسة إن كان مخطئ في أعمال صيانته حاسبوه، إن كان الوكيل المساعد مخطئ حاسبوه، وإن كان المقاول مقصر حاسبوه. دولة مثل دولة الكويت التي تملك المليارات تلو المليارات عاجزة عن صيانة المدارس، فهذا دليل على وجود خطأ وفشل إداري في معظم الجهات الحكومية. لذلك معالي الوزير يوميا حنصل لك الرسائل، ذكرنا لك أسماء المدارس اللي وصلتني عبر حساب وراح أذكرها وراح نذكر في نهاية الحلقة عن الكثير من الأمور هذه. أتمنى معالي الوزير أن وصلت لك الرسالة. وباكر أعزائي المشاهدين قضيتنا مني ليوم الأربعاء هي قضية صيانة التكييف وصيانة المرافق المدرسة. أتمنى تكون الرسالة واصلة. في نهاية حديث الكويت وناس حرجع لك معالي الوزير. شكرا معالي الوزير.